ندخل لملف مهم جدا وهو ملف علي معلول. انت كوكيل ازاي اقنعت الاداره انها تتعاقد مع ظهير ايسر هو علي معلول واجنبي؟ فايه اللي حصل؟ قول لي الموضوع بالظبط بقى اللي حصل. شوف فيه الفتره دي كان النادي الاهلي عنده مشكله في الظهير الايسر، تمام، وكنا بنحاول نشوف مين ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي. في الفتره دي انا عرضت علي معلول على النادي الاهلي وعلى مارتن يول وعلى المسؤولين في النادي الاهلي. طبعا ابدو اعجابهم بعلي وبامكانياته وتاثيره في الفريق. والمفاجاه ان كان في يعني شخص في النادي الاهلي كان معترض على وجود علي معلول. مش معترض؟ مش اعتراض فني. معترض ايه؟ في الفتره دي كانت الاجانب ثلاث اجانب بس، فكان الاعتراض ان احنا نجيب اجنبي في مركز الظهير الايسر او الباك ليفت يعني. فانا حتى يعني ايه واحنا يعني حد مسؤول في يعني حد موجود دلوقتي حاليا في النادي الاهلي؟ لا مش موجود دلوقتي. هو ما كانش اعتراضه على علي بس عشان برضه اوضح الكلام، هو مش معترض على وجود علي معلول، هو بيقول ان احنا الثلاث اجانب فممكن نستفيد بيهم في مركز تاني. ردك كان ايه؟ لا انا قلت ان تاثير علي معلول في النادي الاهلي هيبقى هو تاثير ابو تريكه او قريب من تاثير ابو تريكه في النادي الاهلي. واحنا قاعدين في القعده انا قلت الكلام ده يعني كان مين اللي موجود في القعده؟ بعيدا عن تفاصيل مين موجود في القعده بس ده اللي حصل. طبعا كان مارتن يول موجود وانا قلت الكلام ده واحنا بنتفاوض يعني، لان انا اللي كنت عارض علي وانا اللي كنت بتفاوض معاه وانا قلت الكلام ده، واعتقد ان الايام اثبتت ده. طبعا